جميل. اتحول ايضا هنا الى ضيفي عبر سكايب دكتور وجدي غنيم الداعيه الاسلامي. شيخ وجدي مرحبا بك، وهنا ايضا اود ان اسالك حول طبيعه استخدام هؤلاء، والحديث هنا حول علي جمعه بالدرجه الاولى، لان حديثه ينطبق على او يؤخذ من ايات في القران الكريم عندما يستشهد بايه وذكرهم بايام الله على ما يريد، ويطوع هذا النص القراني المقدس لاتجاه سياسي هو يريد ان يتحدث فيه. كيف تقرا هذه الاشكاليه؟ رحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ومن ولاه إلى يوم الدين. أرحب بحضرتك وبالأساتذة الأفاضل ضيوفك. باختصار شديد حبيبي، الله عز وجل في سورة القصص يقول: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. عشان كده العذاب لمين؟ العذاب لمين؟ في سورة القصص برضه: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. سورة الذاريات: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. سورة هود: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فهذا الشويش المسمى علي ويكا ده شويش، ما تقولش شيخ، ده عمة على رمة. ليه؟ لأنه سمح لنفسه أنه يكون جزمة في رجل السيسي. بص يا حبيبي، لما نقول انقلاب عسكري، يعني ايه عسكري؟ يعني جيش. انا قضيت في الجيش 3 سنين، كنت ملازم اول احتياط. الجيش حاضر يا فندم. قول لي النهارده المخابرات بتعمل ايه؟ المخابرات بتتجسس على اللي معارضين للانقلاب. المدرعات والدبابات فين؟ في الشوارع. القضاء مسيس، كله مسيس. والازهر للاسف، انا بس يمكن حضرتك كنت بتقول في التقرير المواقف القويه، مش القويه مين؟ أحمد سيكا ده ما عندوش مواقف قوية خالص، ده شويش برضه. أحمد سيكا ده شويش، كلهم شويشية في الجيش دلوقتي. لكن ما الذي يدفع علي جمعة تحديدا لكي يظهر بهذه الطريقة؟ يعني علي جمعة تحديدا هل يريد أن يحوز منصب معين مثلا لكي يعرض بهذا الحديث أم ماذا؟ بص يا حبيبي، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين سورة الشعراء؟ قال: نعم، وإنكم إذا لما إيه؟ لمن المقربين. لمن المقربين، كله بيتزلف وكله بيسوق لنفسه. انا هنا، يلا عايزين نطلع ايه، اي فتوى اقول لكم. وديك شايف الفساوى اللي طالعه كلها اهي. طوبى لمن قتلهم يا راجل. والتاني الخاين ده اللي عمال يقول لك طالما لبست البياده يبقى انت تسمع الكلام. فكل دول حبيبي دول يعتبروا ادوات وجزم السيسي اللي لابسهم في رجله، محدش فيهم يجرؤ يتكلم. ارجو ان تبقى معي.